منذ ساعات الفجر الأولى شرعت القوات الأمنية للانطلاق بالصفحة الثانية من عملية أبطال العراق المرحلة الثالثة لملاحقة فلول زمر الإرهاب الداعشي في شرقي محافظة صلاح الدين، حيث تم تدمير عددا من الأوكار والأنفاق وقتل عددا من عناصر داعش الإرهابي، فضلا عن العثور على أكداس للأسلحة والعبوات الناسفة. لتطهير مناطق شمال شرق مدينة السامراء وصلاح الدين، العملية عملية واسعة اشتركت بها قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة بمحورين مهمين، ايضا هناك لواء القوات الخاصة مشترك مع الفرقة بتطهير هذه المنطقة. اليوم حققنا اهداف كثيرة، منها تطهير عبوات وتفجيرها، وهناك مضافات ايضا تم تدميرها، ايضا تم العثور على معمل للتفخيخ ضمن هذا المحور، ايضا تم تدميره وعدد من الاعتداء ومخلفات عناصر داعش في هذه المنطقة. المنطقة مسحت مسحا كاملا وفتشت بطريقة جيدة جدا. تمكنا من العثور على عدة مضافات، وهذه المضافات يوجد بداخلها عبوات نوع قمعية عدد 21، بالإضافة إلى السلاح على عدد 3 عجلة ما توجد بها أوراق ثبوتية، إضافة إلى وجود أسلحة نارية أيضا ضمن القواطع. التعاون من قبل جميع القوات الأمنية والعسكرية المشتركة في تنفيذ الواجب، بالاعتماد على المعلومة الاستخباراتية الدقيقة والتي بدورها جعلت زمر داعش في حصار، لا سيما منطقة مطيبيجة وشرقي سامراء. ركت بها قيادة عمليات صلاح الدين وسامراء وكذلك ديالة، وأيضا الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية مهمة جدا لسد الفراغ، وكذلك أيضا الحقيقة مهمة لإعادة انتشار قطاعاتنا وتمركزها وعدم جعلها منطقة ملاذ آمن بالنسبة للإرهابيين. تفتيش هذه المنطقة المعقدة جغرافيا، حيث لا يسمح للتقدم الآليات في هذه، فمسحت مسحا على الأقدام كافة المناطق وتم عثور على نتائج جيدة. العملية ضيقت الخناق على فلول داعش الإرهابي وقطعت خطوط إمداده، لا سيما في المناطق التي كان يستخدمها في انطلاقه لتنفيذ عملياته الإرهابية ضد القوات الأمنية. أنمار الشمر، العراقية الإخبارية، صلاح الدين.